ايه معلوماتك عن الفيديو ده؟ حضرتك ما شفتنيش في اللقاء بتاع التلفزيون امبارح؟ لا ما شفتش، لاني كنت سهران جنب ابنه، وانا الحقيقه ما يهمنيش اللي بيتقال في التلفزيون او غيره، انا اللي يهمني الحقيقه اللي حابب اسمعها منك. انا عايز سعادتك تطمن خالص، سعادتك استاذنا وسمعتك محفوظه. ده يا بيه انا ما تهمنيش سمعتي قد ما يهمني الحق، فياريت تقول لي الحقيقه بدون مجاملات او تزويق. لو ابن غلط انا مستعد ادفع ثمن غلطته. لا حول ولا قوه الا بالله. انا طبعا مقدر الظرف اللي سعادتك فيه، بس سعادتك استاذنا وعارف ان الامور دي ما تتاخدش بالعواطف. مش جايز ولادنا غلطوا، ابني وابنك يعني. ممكن وزت شيطان وغلطوا، هنعمل ايه يعني؟ طبعا هندبهم ونعرفهم غلطهم، بس في الاخر بنقول بكره يكبروا عقلهم، مش كده برضو ولا ايه؟ يعني انت عايز تفهمني ان دول عيال؟ دول شحوطه يا ضيا بيه. لو سمحت انا عايز اعرف ايه الموضوع بالظبط وايه ابعاده. ابعاده يا شاب باشا، شوية فرقعة على السوشيال ميديا من ولد اسمه علي إمام، كان عامل نفسه صاحبه. علي إمام ده كل همه عدد المشاهدات، ماشي يصور أي حاجة. علي إمام ده اختفى، هرب بعد ما عمل عملته وصور الفيديو اللي بيشهر بيه بيا وبحضرتك. والواقف في الظل في الدرة بعيد محامي فاشل اسمه كمال الأسطول، كل همه ناكل عيش على قفا اللي زي ابني وابنك. هو بيدعي انه بيدافع عن البنت اللي في الفيديو، لكن الحقيقه هو بيدور على التعويض اللي هيطلع بيه من وراه، ويكسب بقى بونت عند ده وبونت عند ده، يوم يرجع يظهر في الصوره من تاني بعد ما كان بيداس بالرجلين في كل محكمه وفي كل نيابه بيدخلها. اهو ساكت من ساعتها، الله لا يكون فاهم ان مفيش فايده، بس انا مش مستبعد ابدا إن يكون كمال الأسطول ده هو اللي متفق مع الولد اللي اسمه علي إمام ده عشان يصوروا الفيديو ويعملوا شوشرة ودوشة ويكبروا القضية. يعني أنت قصدك إن أيوه يا فندم، أيوه، لعبة البيضة والحجر. هو ما يهموش إن وقع ناس أكابر ومحترمين زي سعادتك، ندخل إحنا بقى في متاهات وخطمة لعبكة وقضية تعويض على الضرر، حاجات اللي سيادتك عارفها دي. طب احنا مش ضمننا ان ما يكونش كمال الاسطول ده او غيره هو اللي متفق مع علي امام ده وجابوا البنت الشمال دول عشان يوقعوا العيال ويصوروه؟ سعادتك برضو قديم وعارف الحاجات دي كويس. يعني انت شايف ان الموضوع مجرد زوبعه فنجان وهيعدي؟ يا سياده المستشار، القضيه دي هتاخد معايا اسبوع وعلى ضمانتي. سيادتك ما شفتش القهوة بتاعتك؟ لا 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 لا، مالوش أي لزوم يا ضيا بيه، أشكرك.